كيكة الليمون وحبة البركة. ليه حبة البركة؟ لأن أنا كنت هعمله بالبوبي سيد، بس للأسف البوبي سيد مش دايما متوفر، ودي طبعا كيكة عالمية ومعروفة، بس مش لازم نعمله بالبوبي سيد، فهنشوف بديل. إيه هو البديل بتاعنا؟ حبة البركة، طعمها لذيذ ومغذية وهتعمل شغل حلو قوي في الكيكة بتاعتنا. عشان نعملها عايزين 2.5 كوباية دقيق، 2 معلقة صغيرة بيكنج باودر، 5 فانيلا، 5 بيض أسفة فانيلا، 1 كوب زبدة، 1.5 كوب سكر، 4 معالق كبيرة حبة البركة، وعايزين 2 معلقة كبيرة بشر ليمون. ولتشريب الكيكة عايزين 0.5 كوباية سكر، 1.5 كوب ماء، 4 معالق كبيرة ليمون، وللوش سكر بودرة وليمون، وللتقديم بقى زي ما انتوا عايزين. هناخد دلوقتي 1 كوباية الزبدة اللي عندنا. حد يقول لي بينفع نغير الزبدة لزيت؟ بينفع، بس بفضل الزبدة في الوصفة دي، بس بينفع نبدلها بزيت عادي، تبقى بدل 1 كوباية زبدة 1 كوباية زيت. حطينا هنا الزبدة بتاعتنا وحطينا معاها السكر، وهنخفقهم شوية مع بعض. عندنا بقى هنا البيض، بيضة بنحطهم، بس نتأكد ان الزبدة راحت مع السكر تماما. هنحط الفانيلا، هناخد الليمون المبشور اللي عندنا وهنحطه برضو، وهناخد حبة البركة ونحطها برضو، هناخد بقى دلوقتي آخر حاجة فاضلة عندنا الدقيق والبيكنج باودر، هنحطهم هنا، لو بتنخلوه كمان بيبقى حلو، نحطهم كده. كده الكيكة عندنا جاهزة. اوكي، بناخد بقى الكيكة بتاعتنا اهي، ده بتكون شكلها، وهناخدها نحط مرات ساعات انا بحط لها 0.25 كوباية حليب، زي ما تحبوا يعني، عايزين تحطوها اوكي، مش عايزين تحطوه براحتكم. دلوقتي هناخد الكيكة بتاعتنا بنخرمها بالسكينة، وبنبتدي نحط لها الشراب بتاع التطرية عندنا، اللي هو عبارة عن سكر وليمون ومية، والمقادير بتاعته موجودة عندكم. أنا حطيت لها شوية، بس هرجع تاني أحط لها قدامكم عشان تبقوا شفتوا إزاي بنحطها. بتحطوا كده، بنخرمها كده، وبعدين يا فاطمة شايفين، بصوا يا جماعة، بس بنحطها كده، بصوا ازاي كده. لازم يا إما تبقى الشراب ده سخن والكيكة باردة، أو الكيكة سخنة والشراب سخن، وهنكمل كل الكيكة نشربها بهذا الشكل. طيب دلوقتي هنعمل ايه؟ هناخد السكر البودرة اللي عندنا، خلينا نشيل الحاجات دي من هنا، هنعمل حاجة بسيطة جدا. عندنا هنا السكر البودرة، هحط عليه شوية ليمون، هو ما بياخدش كتير سوائل، فخلينا نبتدي بدول كده ونقلب لغاية ما يبقى عندي خليط. لو تحبوا تحطوا فانيلا بتقدروا تحطوا عليها شوية، لغاية ما يبقى عندنا خليط كده بنقدر نحطه على وش الكيكة. شايفين كده هو لسه سميكة، بناخد كمان شوية ونحطها، يعني اخدت تقريبا الكمية دي، يعني نقول 1.5 كوباية من السكر البودرة، اخدت تقريبا نقول ايه، ربع، يا دوب اخدت 0.25 كوباية ليمون، 0.25 كوباية الا شوية. شايفين ازاي بقى القوام عندنا اهو. عايزين تحطوا فانيلا بتقدروا تحطوا معاها فانيلا اهي كده، بصوا اهي، شوفوا الجمال. خلاص بقى عندنا التوبينج بتاعنا جاهز ولايق طبعا جدا على الوصفة بتاعتنا. اللي هنا ونجيب الليمون، نحط الكيكة بتاعتنا هنا كده، ونبتدي نحط عليها، شوفوا قد ايه ما شاء الله بتنفش. بنحط عليها التوبينج بتاعنا